بالمزج بين روائع الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة، ابتدأت فرقة أوركسترا وتر حفلها الثالثة على مسرح جامعة الموصل الكبير. 40 عازفاً تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما، قدموا 12 مقطوعة أبرزها آدم والندم، المحاكيتان لسنوات الحرب والنزوح. بدينا هذا العمل بمقطوعات عديدة، منها مقطوعة آدم ومقطوعة الندم من تأليف محمد محمود المايسترو، ومقطوعة نينا، وكثير من المقطوعات بدينا بيها، وأيضا كان لها تأثير كبير على الموصل لأن إحنا أبناء الموصل. الفرقة المؤسسة نهاية عام 2021 جمعت المواهب الموسيقية من جميع أنحاء نينوى، وقدمت حفلها الأول على مسرح الربيع المدمر. وبعد نجاح العرض تلقت الفرقة دعوة لافتتاح مهرجان البوردة إكسبو دبي بدعوة من دولة الإمارات. في دبي كان هناك طلب من وزارة الثقافة والإعلام متمثلة بوزيرة الثقافة الإماراتية، قدمت دعوة أنه نقدم في افتتاح مهرجان البوردة في داخل إكسبو دبي، فقدمنا عرض هناك في إكسبو دبي. وتسعى فرقة أوركسترا وتر إلى إحياء الموروث الموسيقي للمدينة الذي يعكس تنوعا ثقافيا ودينيا يمتد إلى آلاف السنوات، فيما تفاعل الجمهور مع أداء الفرقة بطريقة ملفتة إلى جانب حضور كبار الموسيقيين في العراق. أوركسترا وتر بقيادة المايسترو الأستاذ محمد محمود كانت رائعة ومبدعة، وأعطت جمالا وألقا للجمهور الموصلي. وبعد نجاح تجربة أوركسترا وتر في مشروعهم الذي حظي باهتمام من قبل الموسيقيين داخل العراق وخارجه، دعت وزارة الثقافة الفرقة إلى إقامة حفل في قاعة المسرح الوطني في العاصمة بغداد. وتسعى فرقة أوركسترا وتر إلى إنشاء أكاديمية موسيقية تستقطب الموهوبين من شابات المدينة وشبابها لإعداد جيل جديد من الموسيقيين يكمل ما بدأ به الكبار. من الموصل قاسم الزيدي، يو تي في.